نبدأ سريعا عشان ما اطولش عليكم ان شاء الله. اول حاجة هنعملها هنفتح المقاس، تمام؟ خلينا مثلا المرة دي هنشتغل بالسنتيمتر. لو احنا هنشتغل اعلان عن يافطات الشارع او يافطة الشارع او شغل الاول دور يعني، تمام؟ فخلينا هنشتغل الديزاين بتاعي متر في متر ونص، وريزوليوشن مثلا هخليه 50 عشان الدنيا تبقى ايه خفيفة معايا شوية. ماشي، ممكن اقلل ده بالشكل ده، تمام. هنروح للصور اللي احنا هنشتغل عليها، تمام. اول صورة هاخدها معايا صورة البحر اللي هي دي، هكبرها في المقاس بتاعي. ركزوا معايا، انا هاخد الجزء ده هعمل عليه سيلكت كده، وهدوس كليك يمين على اللاير بتاعة البحر ده، وهعمل راسترايز عشان الجزء ده يبقى معايا كده. وهاجي عند السيلكت المربع من هنا، وهدوس كليك يمين، وهختار اللي هي فيا كات. ليه؟ عشان خاطر يخلي لي ده فلاير لوحده يعني. هدوس كنترول تي من الكيبورد وكليك يمين، واختار الورب، وهبدا اشد الجزء ده لتحت كده، وارفع ده لفوق كده، وانزله من هنا من هنا، وبعد كده هنزله شويه لتحت عشان يبقى بالشكل ده. بعد كده هاخد صورة المركب، كليك كده، وهشيل الابيض كنترول تي، وهعكسه الناحية التانية بالشكل ده. بس هدوس كليك يمين على اللاير بتاعته، وهعمل كونفيرت سمارت اوبجكت عشان ما يبكسلش مني زي ما قلنا في الدروس اللي فاتت كلها، تمام. هجيب صورة السمكة وهشيلها بالشكل ده، هنزلها تحت اللاير بتاعة المركب، وهعمل كونفيرت برضو وهكبرها. هبدأ اظبط الشكل زي ما انا حابب يعني، تمام. ممكن اخد كل اللايرات كده انزل بيهم تحت شويه، هرجع للصور واخد الصوره بتاعت السما اللي هي دي، انزلها تحت خالص بالشكل ده واكبرها شويه. وممكن كنترول يو، وهبدا اخلي لون السما يكون قريب شويه من لون البحر يعني بالشكل ده. ممكن اطلع فوق خالص وهعمل لاير جديده، هجيب البراش وهجيب اللون البرتقالي من هنا كده، هقول له اوكي، وهكبر السايز شويه، وهدي كليك هيديني الشكل ده. هخليه على الجنب هنا كده، وهروح عند النورمال دي هخليها سكرين، ده عشان يديني لايت كده، ايه يعني تدي شكل شويه في الجزء ده. طيب الجزء بتاع المركب ده انا هعمل عليه سيلكت من هنا كده، وهعمل نفس النقطه، هعمل راسترايز الاول وبعد كده كليك، وهعمل لاير فيا كات عشان يخلي لي الجزء ده لوحده فلاير. وهبدا اقلل الاوبستي بتاعته شويه عشان يبين لي يعني ان هو ايه نازل في قلب الميه وكده، بس محتاج انزل كل الكلام ده لتحت شويه، تمام. هعمل لاير جديده، وهاجي عند البراش وادوس كليك يمين، هلاقي ان في هنا براش بوتر. طبعا الحاجات دي انا هسيبها لكم في الديسكريبشن البراش دي، تمام. هبدا ادي هنا مثلا 1 2 3، وهمسح الاجزاء اللي تحت دي شوية، احاول انعمها على اساس ان هي بس تبقى ايه طايرة عن المركب بالشكل ده، تمام. طيب ممكن اخد منها يعني، هدوس الت وهيشد كده عشان اخد كوبي، وهنزل الجزء ده تحت كده بالشكل ده، وهلزقه في الجزء ده، وبعد كده هقلل الاوبستي بتاعته على اساس ان الماية تكون نزل تحت يعني بالشكل ده. طيب الخطوة اللي بعد كده هو ان انا هعمل الكلمة. طيب انا عملتها ازاي؟ ركزوا معايا، هدوس حرف الدبليو كده من الكيبورد، وهحاول اكبر عشان اشوف. طبعا في فونت هنا اسمه فوكس، ذا فوكس اهو، ده فونت كويس، هسيبه لكم برده في الديسكريبشن مفيش مشكله، تمام. هحاول اكتب كلمه اسماك سريعا كده. طبعا موضوع التعريب ده طريقه كويسه جدا للناس اللي مش خططين، الناس اللي بتحب تعمل كلمات حره بطريقة بسيطة يعني. اهو انا بحاول اجمع الكلمة، كلمة عربي بحروف انجليش يعني، تمام. هاخد الدبليو كده تاني، وهعمل حرف الاو على اساس انها تدينا حرف الميم بالشكل ده، وهاخد تاني الدبليو كده، ممكن ادي حرف الال هيديني الشكل ده، تمام. ونفس الموضوع هشوف ايه اللي ممكن ينفع، حرف الكاف يعني. طبعا تقعدوا ايه تدوروا كده في الكيبورد لحد ما تلاقوا حاجة
تحسوها ان هي تمام يعني هتنفع، فاهمين؟ طبعا اهو الموضوع بيحتاج ايه يعني شوية كده. على فكرة انا بسجل الدرس ده قبل المغرب تقريبا، يعني انتوا شايفين الساعة تحت، فيعني ايه يعني محدش يتريق عشان انا تقريبا خلاص كده. يعني ممكن دي نعكسها بالشكل ده، كبرها شوية بس، متهيألي يعني نشوف حاجة تانية أفضل. طيب خلينا مثلا زي ما احنا كده، حاول طبعا نكبر الجزء ده على اساس ان هو ما يبانش ان هي همزة يعني. تمام، والالف هنا ممكن مثلا الاي او ال زي ما انت حابين. وممكن نستخدم دي برضو في همزة، مش هتقول لا خالص اهو. تمام، لو انا حاسس ان الجزء الاخير ده برضو مش قوي يعني، احنا ممكن ايه نعكس مثلا ال بالشكل ده، وممكن اعمل راسترايز الحرف ده وكنترول تي واجيب الورب، وهبدأ ايه يعني احاول اعمل شكل كاف كده سريعا يعني. طبعا أداة الورب دي هي تقريبا اللي هتظبط لك الكلام ده كله يعني كل سهولة إن شاء الله. تمام، وآخد أهو. طبعا لو انت شايف الجزء ده محتاج يتظبط، وورب برضو هتبدأ ايه تظبط فيه لحد ان شاء الله ما توصل للنتيجة اللي انت عايزها. طيب كلمة مكة على طول هجيب حرف الميم كده، هاخد الجزء ده، ممكن اشوف ايه اللي ممكن ينفع. نجرب لا هي كده عطينا حرف العين، تمام فمش هتنفع خالص. طيب انا ممكن اعمل حرف اليو اهو، هشيل الجزء ده بقى الصغير ده وألزق هنا. تمام، هصغر بس الجزء ده لتحت، ومن هنا مثلا ممكن ادي اي حاجة تدي بس ال يعني ماشي. احنا ممكن ناخد ده اهو، الاتش. تمام، هحاول اظبط، هاخد الجزء ده تاني معلش، كنترول تي والورب، وهبدأ اشبكه يعني في بعضه بالشكل ده. تمام، هاجي عند حرف الاتش وهشيل الجزء الزيادة ده، وهبدأ انا ارسمه
بالبين تول كده اهو. طبعا لو في حتة زيادة او حاجة هنا بالبين تول وابدأ امسح. تمام، حرف الاو ممكن اخده كوبي كده بس، وكده بقى عملت كلمة مكة يعني في خطوتين اهو. احط لها نقطتين بأي طريقة انت عايزها يعني. طيب كلمة أسماك دي كلها أنا عايز أعملها ميرج مع بعضها عشان أصغرها شوية. تمام، وهبدأ أرسم خط اللي هو بيكون بالشكل ده بين تول كده أهو. كنترول انتر وبعد كده هنزل تحت اخد كنترول جي من الكيبورد عشان اخد كوبي من السيلكت اللي انا عملته بالشكل ده، وهعمل كلهم ميرج. كنترول يو هخلي لونهم اسود بالشكل ده. طيب الملف ده هيتفتح الستريتور وده موجود برضو في الملفات. تمام، كل اللي انا هعمله ركزوا معايا، انا هدي الستايل ده للكلمة بتاعتي ازاي. هاجي عند كلمة ويندو هنا كده واجيب الجرافيك ستايلز، وبعد كده هشد الكلمة بتاعتي هنا كده، هعمل هنا image trace وبعد كده expand، وهجيب الماجيك هدوس كليك على الأبيض وبعد كده delete من الكيبورد. هحاول أصغر كلمة شوية بالشكل ده. هاجي عند اللي أنا عايز أشيل أي لون موجود في الكلمة هنا كده عند اللون الأحمر، هخط الأحمر ده وهدوس هيمسح لي الأسود وهديله الستايل بتاع الكلمة من هنا بس كده. هاخد الكلمة تاني هرجعها للديزاين بتاعي. طبعا الدرس ده للمبتدئين زي ما انا ما قلت، مش حابب ان انا يعني اديلكوا حاجات مزعجة او تولز كتير تتوهكوا، بحاول ابسط لكم الامور والله على قد ما اقدر يعني. تمام، في لون هنا كده انا مش حابه اللي هو ده، هحاول اعمل عليه سيلكت اهو. تمام، وبعد كده هعمل راسترايز وهدوس ديليت بس كده. هروح للصور وهاخد الشكل ده سيلكت على الابيض كده، المغرب هيأذن عايزين نلحق. هعمل راسترايز وارجع اعمل كونفيرت وهكبر شوية الشكل ده وهنزله تحت الكلمة بالشكل ده. ممكن اصغر الكلمة شوية. تمام، وهجيب الشكل بتاع السمكة ده سلكت على الابيض كده على طول، وبرضو اللي جوه هنا وهمسح كده وهعكسها الناحية التانية بالشكل ده وكونفرت وهكبرها شوية بس هنزلها تحت الكلمة هنا كده، وهعمل ميرج كله مع بعضه. وبعد كده هعمل دروب شادو من هنا كده عشان الدنيا كلها تهدى معايا، وأحاول أقلله بس كده. طيب هنا كده خلاص الصور مش معانا حاجة تانية. هحاول اكتب السلوجان بتاع من البحر ليك مباشرة، هشوف فونت كده يكون فونت ده كويس. طبعا اسمه قدامكم اهو تقدروا تعملوا داونلود. وهعمل
هقلب الكلمة كده، هعمل ميرج الاتنين مع بعض وهعمل كوبي اهو، هاجي عند اللي تحت ده وهعمل ستروك يكون لونه اللون الموجود ده، وممكن اعمل كمان كوبي وهزود الستروك شوية بالشكل ده وهديله لون افتح سن عشان يديني الشكل اللي قدام كده. وطبعا اللير الاولى خلص البيضة ممكن نديلها اللون ده بس، وبيفل كده هيديني الشكل ده. ومن هنا 19202 مثلا، هغير الفونت ده، وهنا كده هكتب هوت لاين، تمام. وممكن اديلهم روب شادو بسيط بالشكل ده، تمام. همسك الليارات كلها واحاول اكبر شوية واظبط الديزاين بتاعي في النص كده، وهطلع فوق خالص هجيب مثلا الساتوريشن وهبدأ اشوف الالوان ممكن تعمل معايا ايه. البرايتنس مثلا والكالر بالانس بس برضو بس. وبكده نكون عملنا ديزاين في كام خطوة، يا رب يكون عجبكم. استنوا رأيكم واشوفكم في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.